بقى لاخبار نادي الزمالك، حيث شهد تدريبات الفريق الاول للقلعه البيضاء اللي اقيمت صباح اليوم، غياب كل من حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر بسبب طبعا انضمام الثلاثي لمعسكر منتخب مصر الاولمبي اللي انطلق اليوم بالاسكندريه، وبيتخلله لقاء ودي مع غانا يوم 15 يونيو ضمن فتره اعداد المنتخب للمشاركه في بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه، واللي بتقام في المغرب خلال الفتره من 24 وحتى 8 يوليو المقبل. ودي طبعا البطوله اللي بيتاهل منها اصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد باريس 2024 مباشرة، وبيلعب كمان صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق تذكرة الأولمبياد. مجموعة مصر أفكركم بيها تاني بتضم منتخبات مالي والكاميرون والنيجر، وإن شاء الله أول مباريات المنتخب هتكون يوم 25 يونيو أمام المنتخب النيجري في مدينة طنجة اللي بتستضيف منافسات مجموعة مصر. على الجانب الآخر أيضا داخل نادي الزمالك، خضع الثلاثي محمد عواد وسيف الدين الجزيري والبنيني سامسون أكينيولا لبرنامج تأهيلي على هامش المران وفقا للبرنامج المخصص تحديدا لسامسون أكينيولا من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من إجهاد عضلي وأداء تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق. بالنسبة لسيف الدين الجزيري فكان هو كمان أدى بعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم وفقا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي علشان يكون اللاعب جاهز بالشكل الأمثل ويعالج الإرهاق اللي أصابه في الفترة اللي فاتت، وتحديدا بعد عودته من الأجازة اللي كان حصل عليها خلال الأيام الماضية. طبعا هو لم يتم استدعائه كمان في قائمة منتخب تونس، وبالتالي هو مستمر في فترة الراحة مع نادي الزمالك وهيأدي المران بشكل طبيعي سواء البدني أو التأهيلي. في نفس السياق وضع الجهاز الطبي لفريق نادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامج تأهيلي وعلاجي خاص لمحمد عواد حارس مرمى الفريق بعد معاناته من إصابة كانت عبارة عن مزق في عضلة السمانة تعرض ليها خلال الفترة الأخيرة، وكانت سبب في غيابه عن مواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز. استقر مسؤول نادي الزمالك على تعديل موعد السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية، وده طبعا بعد ما قرر الاتحاد العربي لكرة القدم نفسه تأجيل انطلاق البطولة لموعد يتم تحديده لاحقا بسبب خوض فريق النصر السعودي معسكر إعداد خارجي باليابان خلال الفترة من 21 وحتى 29 يوليو استعدادا للموسم الجديد. كان من المقرر أن تنطلق البطولة العربية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل في المملكة، لكن خوض فريق النصر السعودي لهذا المعسكر الخارجي هيأجل من انطلاق البطولة، ودفع الاتحاد العربي والقائمين على البطولة لتأجيل انطلاقها لموعد يتناسب مع جميع الفرق المشاركة في البطولة. أعتقد ده برضو يعني أمر جيد لفريق نادي الزمالك نفسه، لأن هيكون لسه مخلص الموسم في على الصعيد المحلي في الدوري الممتاز، وبالتالي هيحصل هو كمان على فترة راحة قبل خوض هذه البطولة اللي بيقع فيها في المجموعة الثالثة مع أندية النصر السعودي والشباب أيضا السعودي بجانب الاتحاد المونستيري التونسي.